أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم معنا في بداية حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي شباب وقضية. قضيتنا لهذا الأسبوع تناقش موضوعا مهما وهو الحفاظ على الأخلاق. ما هو دور الشباب في هذا الموضوع؟ أهلا بكم جميعا. معي في بداية هذه الحلقة أم الفضلي بنت محمد عبد الرحمن، عضو في لجنة الثقافة في جمعية الفتاة، ومحمد والمبارك أستاذ وباحث اجتماعي، ومعي أيضا الهادي والمنير والطلبة كاتب وباحث. أهلا بكم جميعا معي في بداية هذه الحلقة. أم الفضلي، لين بدأ معك بداية، نختارك تعطيني توطئة بسيطة عن شنو هي المنظومة الثقافية الأخلاقية بعد كاع. جيد، بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك على نبي الكريم عليه الصلاة والسلام. من بداية أنا أثمن هذه اللفتة اللي تقوم بها التلفزة الوطنية الاهتمام بالشباب وخصوصا الناحية الأخلاقية، لأن الإعلام عادة هو من الموجهات الأساسية للتوجه العام أيا كان، وخصوصا ذي الشريحة اللي قالها الشباب، على اعتبار انها من اكثر شرائح المجتمع اهتمام بالاعلام والطرح الاعلامي. ما يخص الاخلاق والمنظومة الاخلاقية، في البداية نختار نقول على ان الاخلاق كمقصد من ناحية النظرية، الاخلاق مقصد انساني عند البشرية كاملة من ناحية نظرية، فمستويات من الاختلاف في التطبيق، لكن الأخلاق مقصد نظري عند البشرية تتفق على أن الأخلاق الحميدة يلا تعود هي السائدة. وهذا المفهوم عززه الإسلام مع أوائل البعثة، من المفاهيم اللي طرح الحبيب صلى الله عليه وسلم على انه انما بعثت لأتمم مكارم الاخلاق. معنى هذا شنو؟ اسمحي لي شوي، معنى هذا شنو؟ معنى اقرار بالاخلاق الحميده اللي كانت عند المجتمع الجاهلي، مع ان المجتمع الجاهلي له كان مجتمع جاهليه، لكن فيه مستوى من الاخلاق الحميده الاسلام يقرها. وبالتالي يعود المنظومه الاخلاقيه مفروض على انها تعود محل توافق عند المجتمع كامل، ويسعى في تطبيقها وفي الرجوع للمسائل اللي بدأت تندثر من الأخلاق في المجتمع. تفضل الأستاذ محمد المبارك، تقول لي نفس السؤال موجه لك، تعطيني لفتة بسيطة على المنظومة الأخلاقية. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على نبيه الكريم. في البداية أحيي التلفزيون الوطني على يعني تطرق لهذه المواضيع الاجتماعية الهامة، واللي طبعا من أهمها ومن أبرزها هو قضية الأخلاق. بطبيعة الحال الأخلاق كما هو معلوم هي صمام الأمان، وهي كما أسلفت الأخت وكما هو وارد في جميع الثوابت اللي عندنا في الدين الحمد لله، كما يقول الله سبحانه وتعالى في مخاطبة الرسول عليه الصلاة والسلام: وإنك لعلى خلق عظيم. ويقول الشاعر كذلك: إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. والأخلاق فعلا من بين الأمور المشتركة في الإنسانية كلها، عن فهم ثوابت مشتركة بين الإنسان كله، يعني تعتبر من الأمور اللي يعني من الأمور المعيارية اللي تحدد مقاييس الخير ومقاييس الشر، تحدد ما ينبقي وما لا ينبقي، يعني من ناحية التصرفات، في ناحية مثلا المعاملات الحسنة، واللي يا الله تعود هي اللي تحكم المجتمعات. وصمام أمان كذلك تماسك هذه المجتمعات وبقائها، لأنه نشوفه من خلال يعني استقراء التاريخ على أن فهم الكثير من المجتمعات اللي تمت إبادتها من الله عز وجل، وإبادتها كذلك والسبب كان في ذلك هو مثلا الخروج على الفطرة، الخروج على النظام الأخلاقي اللي يالته هو اللي تستقام به الحياة البشرية. إذن على الأخلاق بالنسبة لأي مجتمع هي صمام الأمان، اللي يجعله يتماسك، واللي يجعله يقدر يعيش، واللي يجعله كذلك تتمثل إنسانيته، وكذلك أنها تدخل في إطار يعني محدد هام من اللي قال له محددات الهوية. بالهوية أنت تحدث عنها بشكل عام، محدداتها بالأساس يعني ثقافية، يدخل فيها الدين، تدخل فيها الأخلاق، يدخل فيها مثلا القيم الأخلاقية والثقافية اللي ينتجها المجتمع، واللي تحدد خصوصيته ونوعيته اللي تميزه عن بقيته من المجتمعات الثانية.
إذا عن الأخلاق تم دائما مهمة في هذا الصدد، وندور إن شاء الله ونعمقه من خلال الحلقة في مواضيع الشارع توطيئة فقط. تفضل الهادي والمنير والطلبة. وعلى آله وصحبه ومن والاه. بداية أثمن ما قالته الأخت والأخ، وأعود قليلا على مسألة ذكرتها، وهي بما يتعلق بالقيم الأخلاقية أو القيمة الأخلاقية في الدين الإسلامي. عندما يختزل النبي صلى الله عليه وسلم مجمل رسالته بقوله إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، هذا كان إنما المقصد من الرسالة هنا هو مكارم الأخلاق، يعني هذه قيمة لن تجد الأخلاق مكانة أرقى من هذه القيمة. عندما تكون تختزل الرسالات السماوية كلها، ورسالة والدين الإسلامي هو خاتم وأتم هذه الرسالات، عندما تختزل في مسألة هي تتميم مكارم الأخلاق وبنائها، يكون ذلك تكون هذه منزلة لا منزلة أسمق منها. كذلك عندما ننظر إلى التقسيم الذي قسمه الباحث أو فقهاء أو العلماء الشريعة الإسلامية، قسموها إلى فصول، إلى أربعة مباحث. المبحث الأول فيما يتعلق بالعقائد، المبحث الثاني هو العبادات، المبحث الثالث هو المعاملات، والرابع هو الأخلاق ومكارم الأخلاق. وهذا التأخير إن كان تأخير ترتيب لكنه ليس تأخير مزية ولا تأخير تفضيل، وإنما هو لتبين، لأن لنشعر ولنستشعر بأن هذه القيم الثلاثة السابقة لا تكتمل إلا إذا كانت بالأخلاق. وهنا فيه مسألة قل من يفطن لها، وهي أن أركان الإسلام الأربعة إنما هي أركان أخلاقية قبل أن تكون أخلاقا عبادية. الله سبحانه وتعالى يقول عن الصلاة بأنها تنهى عن الفحشاء والمنكر. الفحشاء والمنكر هذين هي قيم أخلاقية، هو محظور الأخلاقي. عندما ننظر كذا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول من لم تنهه الصلاة عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. كذلك عندما ننظر إلى الزكاة، الزكاة قيمة أخلاقية قبل أن تكون قيمة تعبدية، وإن كانت قيمة تعبدية لا ينقصها من قيمة التعبدية، ولكن الزكاة هي شعور بالآخر، شعور بحاجة الآخر، واستشعار بمسؤوليتك نحوه. أنت ليس دورك فقط أن تجمع المال وتكنزه دون أن تشعر بالآخرين، بل دورك أن تساعد الآخرين وأن تمد إليهم يدك. وهنا كانت القاعدة العامة التي تقول لو أدى الناس كل زكاتهم لما كان هنالك فقير. كذلك الصوم قيمة عبادية وكذلك قيمة أخلاقية، هو شعور تزكية للنفس وتحرير لها من شهواتها، لكنه في نفس الوقت شعور بالآخر، شعور بالجائع وبالعطشان من أجل أن تستشعر قيمته. الحج هو عبادة منفردة، عبادة أخلاقية الإنسان يتخلى فيها من كل علائق الدنيا، ويخرج لينفرد، ليخرج من مكانته الاجتماعية ويندمج مع المجتمع المسلم، مع المسلمين من كل أطراف الأرض، يتجردون من ملابسهم ويلبسون ثوبا واحدا تتساوى فيه أشكالهم، فلا يوجد غني ولا فقير. هي مساواة تامة، هي كذلك تواضع، هي صبر، هي شعور بالآخر، هي تعامل مع الآخر. عندما تكون في حيز جغرافي فيه أجناس مختلفة وألوان وشعوب، تكون ملزما لأن تشعر بالآخر وتتواضع وتتعامل معه. هذه هي القيم، ولا شيء أسمى في الإسلام من قيمه أو أركانه الخمسة لتكون أركانا أخلاقية بحتة. فعلا إذا لا نرجع لكم الفضل، إحنا اليوم كان أصلا كل مجتمع معروف عنده أخلاق خاصة به. اليوم إحنا فضل عصر العلماء، فضل ياسر مشي سير جارف وأخلاق دخيلة. دونك كيف تكون المحافظة على المنظومة الأخلاقية في ظل هذا السيل الدخيل الجارف؟ بداية أؤكد على مسألة، على أن الشباب هم صمام أمان المنظومة الأخلاقية بالنسبة لك أنت. بالنسبة لك أنت أم الفضلي، عندك عن فضل هذا السيل الدخيل أخلاقنا قاعم كانت تواجه مخاطر والله طبيعي أنها تواجه مستوى من المخاطر، وهذه المخاطر لابد تواجه
هي بالمقابل بمستوى من الحصانة من ناحية الهوية، لأن إنين يعود المجتمع وأكد على الفئة الشبابية، لأن هاي الفئة الشبابية هي بوابة الأخلاق الداخلية في أي مجتمع، لأنها هي الأكثر احتكاك بالمجتمعات الأخرى، هي الأكثر احتكاك بالعولمة وتقبل لها واندماج فيها، بالتالي تكون الفئة الشبابية هي اللي يا الله تستهدف بذني قالوا التحصين الأخلاقي. معناها يعود الشاب وهو يتصفح صفحات الانترنت، والله يمارس اي مستويات التعامل مع الاخر، والاخر هنا اقولها من يمثل ولديه اخلاق غير منبعثه من المنظومه الاخلاقيه اللي تساير وتناسب مجتمعنا كمجتمع اسلامي. هذا الشاب مفروض على انه يستهدف بالتربيه التحصين الثقافي، وهذه وهون اؤكد على دور ثلاث جهات: الاسره كمنبع اول في التربيه وفي التحصين، ثانيا المؤسسه التعليميه معناها المناهج التربويه اللي يتلقاها الطالب، مفروض على انها تعود فيها مستوى من الحصانه، لان التربيه والتهذيب ونحن دائما يعود عندنا الوزارة المكلفة كان بالغالب اسمها مكلفة بالتعليم، معها التهذيب، مفروض اعلن يعود الهدف ما هو هدف مجرد ملء هذا الاشخاص بمستوى من المعلومات، هاي المستوى من المعلومات يلا يعود معها مستوى من التربية والتنشئة على القيم والمبادئ. ياك ما نجبره شخصيات في المستقبل ستقود المجتمع عندها طاقات علمية لكن خالية من ناحية ثقافية. الجهة الثالثة اللي أنا أعتبر لها دور في تربية وتحصين الشباب هي الجمعيات الثقافية، اللي مفروض أنها تمثل دور في تربية من خلال البرامج التطويرية اللي تقدم للشباب. معناها على ان هذه الجهات الثلاثة ان هي تتكاثف وتفهم مستوى من تعاون بيناتها قادرين نحصلوا من خلالها على مجتمع وعلى شباب محصن، ولا قادرة تخترقوا اي منظومة اخلاقية دخيلة على القيم الاسلامية اللي يتحلى بها. تفضل محمد والمبارك في ظل هذا السيل الداخلي الجارف من القيم الاخلاقيه اللي ما فيها شيء ما يناسبنا وفيها شيء نتوافقوا معاه، كان نواجه مخاطر والله. طيب هو طبعا بطبيعه الحال لان المجتمعات البشريه اليوم في العالم اصبحت يعني مترابطه واصبحت بينها تواصل مستمر، نظرا مثلا الثوره التكنولوجيه ويعني السيل الجارف للمعلومات اللي فرضته الثورة يعني التكنولوجية من خلال مثلا وسائل الاتصال الحديثة والمعاصرة اللي بدأت تغزو العالم، واللي بدأت فعلا اليوم يعني أصبحت في كل بيت وأصبحت في كل مؤسسة وأصبحت في كل نادي وأصبحت يعني في كل الفضاءات وكل الملتقيات اللي يتجدوا فيها الشباب متوفرة هذه الوسائط، وأصبحوا الشباب يتواصلوا مع مثلا زملائهم ونظرائهم في اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لي وترحمني، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك منها غير مفتون. اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربني إلى حبك. اللهم إني عبدك وابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابه
أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك وعبادك الصالحون، وأعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ورسولك وعبادك الصالحون، وأسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير الثواب، وثبتني وثقل موازيني وحقق إيماني وارفع درجتي وتقبل صلاتي واغفر خطيئاتي، وأسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم إني أسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وظاهره وباطنه والدرجات العلى من الجنة. مجتمعنا اليوم علم فعلا فم الكثير أصبحت من التأثر لدى الشباب، باللي الشباب كما ذكرت الأخت يتميز عن غيره من يعني شرائح المجتمع بالحيوية، وب يعني حب يعني تقليد الجديد دائما،
والميل ناحية هذا الجديد وناحية على أنه يظهر على أنه كجيل جيل مثلا بارز جديد على أنه اكتشف شيء جديد وعلى أنه فمشي يميزه عن بقيته من الأجيال الأخرى وفضل ضمن مثلا صراع الأجيال. أنا قاعد بنختار نسمي صراع الأجيال يغير بعد نوع من التنافس مثلا كل جيل يظهر على أنه فمشي تميز به فم قيم جديدة والله فم أمور جديدة يتميز بها ظهرت في عصره هو ما ظهرت بالنسبة للأجيال الثانية. إذا هذا يجعل فعلا عن الشباب اليوم ياسر منه أصبح مثلا هذه سير المعلومات وهذه مثلا القيم الثقافية الوافدة مشات به وتأثر به والبعض قاعد يتخلق به وتشوفه عاد قابلها قيم جديدة مثلا يتميز بها في الشارع وفي المؤسسة وفي كل بلاد. شوفي ياسر من الظواهر الغريبه ما معروفه في المجتمع الموريتاني مثلا اصلا غير دخيل عليه وعاد الشباب مثلا متقيد بها ومتقلدها ويعتقد فيها قابلها كقيم جديده. غيرهم ما دام نتكلم ولي عن القيم نختار يعني الشير فقط على ان احنا في مجتمعنا عن القيم والاخلاق مثلا حسب مصادرها كما نعرف عن مصادر من بين مصادر المصدر الاول الدين المصدر الثاني الفكر المصدر الثالث المجتمع. إذا المجتمعات البشرية تختلف من المجتمع الآخر، كل مجتمع عنده ثقافته وعنده خصوصيته اللي تميزه عن المجتمع الثاني. ونختار نقول عن ثقافتنا وعن قيمنا ما كانت كاملة صالحة. في الكثير من القيم اللي كنا نعتقدوا فيها وكنا متمسكين بها في زمن معين ما كانت صالحة للزمن اللي نحن فيه اليوم. مثلا عن أن مجتمعنا كان مجتمع تقليدي مبني على مثلا أسس ما هي صالحة غير مساواتية وهذه كانت تمثل قيمة اجتماعية مثلا في المجتمع التقليدي. كذلك نظرة هذا المجتمع للمرأة نظرة تقليدية كانت نظرة وكانت تمثل قيمة اجتماعية. حتى التمثل الجسدي للمرأة أنفسها عندك ظاهرة السمنة المثل الشعبي اللي يقول المرأة تقبل من الأخلاق اللي تقبل من الفراش هذا ما تلقاد يساير واقع المرأة اليوم وطبيعة الحياة اليوم. المرأة لا بد تعود في مستوى معين مثلا جسدي ومستوى معرفي مستوى من الحضور من المشاركة في الحياة العامة. كذلك الكثير من الظواهر اللي ما زال قاع البعض متمسك بها كقيم عندك ظاهرة السحوة اللي الكثير من الناس في المجتمع المتاني اليوم متمسكين بها كقيم وهي سلبية جدا بها اللي قاعد زايدة على سلبية بها اللي زايدة على ذاك اللي شاف الإسلام مثلا الحياة مندوب ومطلوب لكن نحن مستوى السحوة عندنا عاد يزيد على الحياة بياسر مشي. حتى نشوفه أفضل الخلق الرسول عليه الصلاة والسلام كان يتخلق بالكثير من الخلق اللي حميدة ولا يجد حد بعد يقول عنه شبه خلق من الرسول عليه الصلاة والسلام به اللي هو النموذج هو المثال الحسن اللي نقتدوا به كاملين. يغير معاملاته مثلا مع أصهاره على سبيل المثال كان يتعايش مع مثلا علي بن أبي طالب به اللي والعمو به اللي مربيه وبه اللي مثلا يتعايش معاه بشكل مثلا سلس وبشكل عادي تكادي ما تشوفيه اليوم في مجتمعنا. عندنا معاملته للابناء للحسن والحسين مثلا مداعبته لهم ولاعبته لهم هذا مثلا عندنا في قالوا نظام السحوه عندنا في المجتمع الموريتاني عاد مثلا خارج على هذا بحيث انك تشوفي البعض المراه اللي ما تقدر تقبل تشيرها لين تعود حدا نسيبتها الراجل اللي ما يقدر يقعد هو ونسيبه بليدة واحدة يشدوا الأخبار والله يسالموا والله قاعد يزوروا عاد الزواج بدلا من يعلنوا يعود مثلا كمؤسسة يالتا تعود تعزز الروابط الاجتماعية وتقويها عاد منفر في مجتمعنا. هذه أمثلة فقط على مثلا الحياء الزايد عندنا احنا واللي يسموه سحوة واللي يمثل قيمة اجتماعية عندنا تنضاف للقيم الأخرى اللي أنا أعتبر أنها سلبية بها اللي ما تتماشي مع العصر. إذا يالتنا نقوا مثلا القيم اللي كانت عندنا اصلا واللي كنا نعتقد فيها انها قيم صالحه ونخرصوا ذاك اللي منها صالح يتماشى مع الدين الاسلامي السليم ومع الفطره الصحيحه واللي ساعد كذلك على التطور وعلى التنميه باللي الكثير كذلك من القيم التقليديه اللي كنا متمسكين بها تعتبر معيقه للتقدم والتطور صراحه. اذا اعلني مثلا احتسب اعلن فعلا هذه الثوره المعلوماتيه وهي ظاهرة العولمة اللي ربطت المجتمعات لأنها بالتأكيد عندها تأثير سلبي علينا بحيث أننا نتقلدوا ثقافة الآخر هويته وهذا استلاب ومسخ حضاري وثقافي ما يلتنا شو بيه نقول لك عن ذا القصار فهم اللي العادة عندهم اللي فهم بلد لأنه مولى الأخلاق وحدها فهم العادات العادات والتقاليد عادات المجتمع فعلا تدخل في الإطار العادات والتقاليد لا من بين ذا هو هي مثلا أي ممارسة يتعود عادة عند المجتمع يتمسك بها العادة قيمة
كنا نتمسكوا بها هذه مثلا كما قلت لك ظاهره البلوح هذه عاده غير عاده قيمه مولي اجتماعيه. انا فعلا اشاطر الاخت اللي قالت على دور الاسره دور التربيه يلعب يعني عامل مهم باللي التربيه بالمفهوم العام. فهم عده مؤسسات مثلا تساهم فيها، والمؤسسه الاولى هي الاسره كما ذكرت الزميله، المؤسسه الثانيه المدرسه، المؤسسه الثالثه الزملاء، الزملاء هذيك الروابط الانديه الثقافيه الى اخره، الشارع حتى الاصدقاء الزملاء يساهموا في تربيه الشخص اللي مثلا عندهم تصرفات وعندهم ياسر من الامور اللي يتاثر به يتاثر به الشاب والله الطفل ويعود له ياثر عليه سلبا او ايجابا. معناه ان يلا المؤسسات التربويه تساهم في هذا المجال بحيث انها تربي الابناء وتحث الشباب على ضرورة على أنه يستخدم هذه الوسائط استخدام الإيجابي بها اللي هي سلاح ذو حدين. إذا استخدمته في الجانب الإيجابي كان إيجابي، ولا اللي استخدمته مولي في الجانب السلبي هو فيه السلبية بطبيعة الحال. شكرا لك محمد والمبارك. الله ننتقل لك الهادي والبشير والطلبة. الهادي والمنير والطلبة. والمنير والطلبة عفوا. الهادي تفضل الإخوة طرقوا لأن فعلا توافقنا كاملين على نفضي لهذا السيل الجارف والدخيل على اخلاقنا تواجه مخاطر فعلا. قرنا ندورك نبدا معك تقول لي من درا شنو هذيك المخاطر تطلع عليك. طبعا ساعود على ما ذكر انفا. طبعا في كلام زمين وفي كلام عندي عليه تحفظ او اقول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول انما ينحل الاسلام عروه عروه اذا نشا في الاسلام من لا يعرف الجاهليه. فعلا. بمعنى ان الانسان اذا لم يعرف ما يخاف منه فإنه سوف يقع فيه. القيمة الأولى التي تحدثت عنها الأخت بما يتعلق بما يواجه ما يواجه الشباب اليوم. نحن من أجل أن نقاوم أخلاقا دخيلة تدخل علينا علينا أن نعرف من نحن أولا ومما نخاف. عندما نعرف من نحن ما هي قيمنا ما هي المثل التي ينبغي علينا أن نتحلى بها أو أن نسعى من أجل تحقيقها عندئذ سوف نقطع مسافة كبرى أو طويلة في جانب التحصين. الشخص إذا لم يحصن نفسه جيدا بمناعته الشخصية سوف يكون عرضة دائمة إلى الأمراض وإلى الأوبئة. فعليه في أي مجتمع ما عليه أن تكون عنده هنالك عنده قيم أخلاقية ومثل. هذه القيم والأخلاق هذه القيم والأخلاق الأخلاقية والمثل لا يمكن أن تقاو أن لا ينتشر ضدها إلا بالتعريف بها هي وبالحض عليها وبمتابعة واقعها داخل المجتمع. نحن انطلقنا من مسلمة بدائية بداية وهي أن القيم الأخلاقية للمجتمع الموريتاني هي الأخلاق الإسلامية، وهذا ولله الحمد أمر مجمع عليه، لا تجد إلا دخيلا ينبغي أن يقاوم يشكك أو يطعن في هذه المسلمة وهي المرجعية الأخلاقية التي هي الشريعة الإسلامية والقيم الإسلامية. فيما يتعلق بنقطة أخرى هنالك شيء فرق بين نقد الذات ينبغي أن يكون على أساس تحصين الذات ومعرفة أين هي مما تريد أن تكون عليه. بمعنى إذا أردت أن تصل إلى نقطة ما أول سؤال تضعه على نفسك هو أين أنا من أجل أن تحدد الطريق الذي ينبغي أن تسير فيه من أجل أن تصل. نحن ما نحتاج إليه الآن هو تعزيز القيم الإسلامية، طبعا تعزيزها من خلال تعريفها هي نشرها بين الشباب وتعليم القيم بأن ما ذكرته آنفا بأن العبادات التي هي ما عليها مدار الدين لا تكون عبادات ما لم تحقق أبعادها الأخلاقية. الله سبحانه وتعالى ليس له حاجة في الصائم إذا لم تدع قول الزور والعمل به، فليس لله حاجة في أن تدع طعامك وشرابك. هذه قيمة أخلاقية، قول الزور والعمل به هذه قيم أخلاق. فواحش معينة على الإنسان أن يمنع نفسه منها وهو يمارس شعيرة من شعائر هذا الدين. هنالك أمور في جانب التحصين، تحصين الثقافة ضد الأخلاق الدخيلة علينا أن نركز عليها. الجانب الأول هو جانب التعليم كما ذكرته الأخت. الجانب التعليم هو الأداة الوحيدة للمحافظة على الشخصية. الشخص الذي لا يعرف نفسه لا يمكن له أن يعامل الآخرين بما ينبغي أن يعاملهم به، سيكون يوم أحينها إمعة
إن أحسن الناس أحسن وإن أساء أساء أساء. وهنالك مسلم نحن الآن في واقعنا أننا والأمة بصفة عامة تعاني من هذه الأزمة وأنها هي أمة مغلوبة. خلدون يقول بأن المغلوبة مولع بتقليد الغالب. بتقليد الغالب. منتصر دائما هو الشخص المميز الذي يسعى الناس من أجل تقليده. للأسف الشديد هو أن غياب المذل أو غياب القدوة هو الذي سبب لنا الكثير من الأخلاق الدخيلة. ذاك عامل. عامل غياب القدوة. عندما ومحاربة غياب القدوة هذا يحدث بمسألة وهو نشر التعريف التدرب من أجل تحقيق قدوة ما. وطبعا القدوة المطلقة في الشريعة الإسلامية النبي صلى الله عليه وسلم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. معناها أولا ينبغي أن نعزز القدوة. عند تأخذ مسألة التي ذكرتها الأخت تكون في جانب الأسرة، تكون في جانب إيجاد قدوة من قبل الأبوين في المدرسة. هنالك المدرس ليس مجرد شخص ينقل معلومات، ليس بلوتوث كما يستخدم حاليا في الهواتف، ليس هدفه نقل معلومات أو شحن الذهن بها، هو هدفه قيمة أخلاقية تربوية قبل أن تكون قيمة تعليمية. لأن هنالك عرفها كانوا طلاب المحاور عندنا يقولون، يدرس لهم بأن الأدب قبل العلم، الأدب قبل العلم، لأن علما بلا أدب لا غير مجتمع، لا قيمة له، هو معطل وعبارة عن سيارة لا يمكن أن تتحرك، ما قيمتها؟ عندما فيما يتعلق بنقطة أخرى ذكرها قبل، ذكرت في الفرق بين الخلق والعادة. طبعا العادات هنالك عادات حميدة وهنالك عادات سلبية أو مذمومة، هذا مسلمة، وكل مجتمع فيه عادات سلبية ينبغي عليه أن يحاربها وأن يكافحها وأن يحاول أن يعود بنفسه من خلال التمحيص، تمحيص الذات وتمحيص التمحيص الخلقي، أن يعود إلى المذل التي يستقيها من منبعها الصافي. لكن هنالك كما ذكرت أنت أن الفرق ليس المجتمع، يعاني المجتمع الآن هو أنه يعاني من صدمات، يعاني من الصدمات، والمجتمع ليس إسفنجة يمكن أن يمتص كل هذه الصدمات. توجد هناك أخلاق دخيلة، الكل مجمع على لا أن هذا أخلاق. ما فهمتك صدمات المجتمع. أقول بأن المجتمع الآن عندما أنت سألت عن الأخلاق الدخيلة، يعني المجتمع يعاني من الصدمات. نعم، صدمات أخلاقية بالأخلاق الدخيلة، بمعنى كل خلق كل خلق. طبعا حتى يفهم كلامي في سياقه، انت سالتي عن الاخلاق الدخيله، صحيح؟ قلت لك بان المجتمع يعاني من صدمات معينه. كل خلق دخيل يعتبر صدمه في هذا المجتمع. صدمه ليس بمفهومها الحركي بقدر ما بمفهومها السلوكي او الاجتماعي. صدمه معينه يعانيها دخيله، مجمع على انها دخيله. وهنالك صدمات أو ليست صدمات، وإنما هي ارتجاجات داخلية داخل المجتمع نفسه. عدم استقرار. ارتجاجات ضعيفة حتى على عدم استقرار، هي ارتجاجات. ارتجاجات تنعكس من خلال وجود مظاهر أو تقاليد سلبية. المجتمع دائما عليه أن في علاجه هنا أن يوائم بين محاربة أن يمتص هذه الصدمة من خلال تقديم المضاد المناسب لها، الذي هو تقديم الجانب الأخلاقي، جانب القدوة، جانب الأسوة، جانب استشعار القيم الدينية والأخلاقية، ومن خلال الارتجاجات الداخلية من خلال العادات والتقاليد، وكما ذكر ربما هو ما ذكره الأخ قبلي، من خلال تصفية العادات والتقاليد حيث أن لكي نجد مذلا وأخلاقا تتماشى وتتوافق مع المنهج الكلي الذي هو مجمعين عليه أنه هو الخلق الإسلامي. من خلال نقاط سريعة في التعامل مع الخلق الدخيل. تفضل. أول شيء هو التشخيص. أي خلق دخيل عليك أن تشخصه. التشخيص يكون أول معرفة الأسباب، معرفة
تحديد طبيعة الظاهرة، بعد ذلك تقديم علاج لهذه الظاهرة. طبعا ربما المجتمع لا من خلال العولمة التي ذكرها الأخ أصبحت الأخلاق الداخلة أكثر من أن تحصى وأن تقيم، ولكن هذا دور المصلحين. كل مجتمع غاب مصلحوه فقل عليه السلام، أنا أنه انتهى. هنالك المصلح الاجتماعي طبعا من خلال معلما كان، إماما، شخصا عاديا، أبا، أخا، كل الناس من في أدوارهم هم عبارة عن مصلحين اجتماعيين. وهذه دور الرسالة، رسالة أصحاب الرسائل، أن الإنسان دائما منهم عنده مثل معينة، عنده مبادئ يؤمن بها، يسعى أولا من أجل تحقيقها، ويحارب ويصد كل ما من شأنه أن يتعارض معها. أولا تقييم الظاهرة، وأصبحت هناك ظاهرة كثيرة، عندما تقيم ظاهرة تشعر بأنها داء. لكن المشكلة أننا نتغافل أو ننسى كثيرا من الظواهر الاجتماعية ولا ندركها إلا بعد أن تصير داء عضالا. لو أن الظاهرة تم اكتشافها من بدايتها، وقام المجتمع، مصلح المجتمع ومن عندهم أرباب الكلمة وأرباب الثقافة، كل في مجاله، سواء كانوا في إعلام أو في مدرسة، كانوا في أسرة، كانوا في أندية وفي جمعيات، كل من دوره عليه أن يقدم داء، أن يقدم علاجا لهذه الظاهرة. كثير من الظواهر تستشري في المجتمع لأنها لا أحد يتحدث عنها، هو جانب المسكوت عنه داخل المجتمع. وبعد أن تصير الظاهرة، تصير هذا السلوك الدخيل، وبعد أن كان سلوكا فرديا أصبح سلوكا اجتماعيا، الآن تخرج إلى المجتمع ومحاربة الظاهرة أولى، أصعب من محاربة أي شيء، لأنها أصبحت ظاهرة اجتماعية. معناها ليست فكرة شخصية، وإنما أصبحت تسيطر عليها صعب، أصعب، لأنها أصبحت عندها من يتبنونها، عندها مراحل أناس معينين أصبحوا يغذونها. بالتالي هذا كله كما مرة ذكرتها في ربما في برنامج قريب من هذا، هو بأن الظواهر الاجتماعية والأخلاقية هي عبارة، الإنسان دائما عبارة عن جسم وميكروبات، إذا اكتشف الداء من بدايته تستطيع علاجه، وإذا تركته يستفحل حتى نهايته صار التغلب عليه أمرا صعبا. فعلا شكرا لك الهادي والمنير وللطلبة، لين أرجعوا لك أم الفضلي. أم الفضلي مع مشاركة الهادي والمنير وللطلبة، عاد عندنا الأخلاق الدخيلة عاد مرض، دونك لابدأ أن من نعالجه. أنا هون دورك تقولي لي شنو هو دور الشباب، وش قد يعدل الشباب أفضل هذا ياكي حافظ على موروثنا الأخلاقي. جيد، أنا استدرك على كلام الأخ الهادي، ولأن استدراكته تعقيبي، ما هو شيء كبر من ذاك. الأستاذ ذكر علاج هذه الظاهرة من خلال التشخيص كأول خطوة. أنا شاك على أنه خاص يعدل شيء، قال له الرصد يسابق تعود هذه الظاهرة إلى المجتمع، ظاهرة يطلقوها على المسألة، وهذا أشار له الأخ، يطلقوها على مسألة أصبحت متعددة عند أكثر من شخص، معناها عاد لها عمومية، والله عاد عند أكثر من 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 شخص. تالي شاك أن المجتمع كأول خطوة من خطوات العلاج أن ترصد الأخلاق الدخيلة. الأخلاق الدخيلة بالمناسبة هون ما نفتحوا المجال ونقولوا الأخلاق الدخيلة كاملة أخلاق سلبية، لا، ربما يعود بعض المجتمعات عنده شيء من الكرم نحن ذايتنا، تالي يتم جلبه للمجتمع، ويعود هو مجتمع، هو خلق دخيل. وانا هون بعد ايجابي مو سلبي، هون ما نقول على المجتمع الموريتاني خاصه شيء من الكرم، ما لوته مثال قايل على الاخلاق الدخيله، ما نقول ان الاخلاق الدخيله كامله اخلاق سلبيه، ربما يعود فهم مستوى من التعامل مع الاخر، مستوى من عند بعض المجتمعات نحن كان فايتنا. يا غير هذا الخلق ينين يعود خلق لا يناسب المجتمع، ما هو خلق ممدوح من ناحية الشرعية. هذا يا الله يرصد بالزال في البداية. فضلي شكرا، لننتقل لمحمد المبارك. محمد المبارك من الفضلي طاتني نقطتين أساسيات
بحث على المحافظة على أخلاقنا. دراك أنت تعطيني الباقي نقطتين أساسيات قالت لي منهم التمييز بين عود الشاب يميز بين الصالح والطالح، وعود مولي بنفس الوقت يلاجم ويحارب ذيك الأخلاق الداخلية، يعود عنده بديل لها اللي ياك يقنع بها المجتمع والله الضحية اللي تفضل. وفي الحقيقة احنا مثلا هون أمام مثلا التصدي لهذه الأخلاق الوافدة واللي طبعا اصبحت تغزونا اليوم في كل كما قلت المجالات، عاد فارضه راسها. غير فعلا السؤال المطروح علينا يالتنا نعرفوا كيف نحصنوا انفسنا كشباب وكمجتمع قاع بشكل عام عن هذه الاخلاق الوافده اللي تجينا واللي خاصه بجوانبها جوانبها السلبيه. كيف نقبل الجوانب الايجابيه منها ومثلا نحذروا من ذيك الجوانب السلبيه اللي خطيره علينا، خطيره على المجتمع. اللي تشوف الكثير من الاستلاب، الكثير من مثلا المسخ الحضاري والثقافي اللي يهدد الهويات. دائما السؤال اشكال الهويه والخصوصيات المحليه او العولمه والخصوصيات المحليه، به اللي العولمه الثقافيه خاصه تستهدف هذا البعد، ذا البعد القيمي الاخلاقي الثقافي اللي يميز كل مجتمع عن اخر، واللي اصبحت اليوم هذه ظاهرة العولمة من خلال ذي وسائل الاتصال وذي اللي تعرض وذي الوسائل اللي تغزونا، تغزي أسواقنا وتغزي مثلا شوارعنا وتغزو كل يعني جانب فينا، مهدة هذه الهوية. أنا ظاهر يعني المسألة ما هي بهذا النوع من البساطة، باللي الإشكال الكبير في الميدان لابد له بعد قاع ما هو دور شباب وحده كافي، وإن كان فعلا دور شباب محوري وأساسي في هذه القضية. يقدر نشوف عن لابد من تتكامل عدة جهود. كان لي شق بك الليلة. الله يفضل. اسمح لي نقول لك عن الشاب هون تخطى مرحلة الأسرة، باللي هو عند منين يدخل مرحلة معينة لا يعود هو من راسه، عاد عنده تفكير استغلال عن الأسرة نهائيا. جميل. تخطى مرحلة المدرسة. منهج تربوي. الشاب هون ايش عاد عن شابته دونك نختار انا نعرف هنا شيء الشاب شي قد يعدل وشي قد يعدل الشاب اللي ياك موروثنا الحضاري الثقافي الاخلاقي ما يختلف في ظل هذا السيل الجارف. جيد، ذا اللي قد يعدل الشاب فعلا انه لابد الشاب الموريتاني يفهم على انه عنده خصوصيات ثقافيه وهوياتيه تميزه عن الاخر، ويال تعود يعتز بهذه الخصوصيات وهذه مثلا الهويه وهذه الاخلاق الحميده اللي طاهم لانه واللي يتميز بها لانه يتمسك بها. كيف يقدر يتمسك بها؟ لانه يوعى مخاطر ذاك الاخر والله زاد الثقافه الوافده وسلبياتها عليه من ناحيه علنها لا يتشكل له مثلا لا تحارب هويته خصوصيته هو المحليه اللي يتميز بها عن هذا الاخر. غير هذا السؤال الكبير اللي قلت لك عنه هون شيء عنه لا يعالج بها، شو يعالج بخلق بدائل؟ البدائل تختلف وتتفاوت مستوياتها ما هي واحد، فمن بدائل تتعلق على مستواي انا ذاتي الشخصي فعلا نعود نعتز بخصوصياتي وبمنتجاتي المحليه اللي خاصه بي، وفهم بدائل كبيره. هذا سؤال اكبر من طاقتي انا كفرد كشاب وطاقتك انت، هذا مستوى على مستوى مثلا الدوله هي اللي تقدر تعدله، تقدر مثلا توفر اكتفاء ذاتي محلي على المستوى الداخلي يغني ذا المجتمع على انه مثلا يعود بحاجه يعود عايش على الاخر. بين الاخر ذا اللي يصدر لك من خلال ثقافته وهويته اللي لا يتاثر عليك. وهون اهميه كما قلت لك التوعيه الثقافيه والاجتماعيه للشباب، التوعيه يقوم بها اساسا الروابط الانديه الثقافيه. الوقت بدا يدهمنا الهادي والمنير والطلبه، تفضل نختارك تقول لي ملخص بسيط عن كيفيه المحافظه على اخلاقنا وقيمنا. النقطه الاخيره وينشو ناشئ الفتيان فينا على ما كان قد عوده ابوه. يعني معنى ان دور التربيه في مرحله النشأة والتنشئه مساله اساسيه، عندما تغيب حلقه مهمه في سلسله التربيه، وعندما تتاثر سلسله معينه فان العقد سوف ينخرم. فيما ذكرته في نقاط مجمله نحن ينبغي ان نشعر بمساله او نشعر بالدور وبالخطر. اولا الاخلاق الداخله اصبحنا نمارسها دون ان نشعر، وطبعا هناك كلمه جميله ذكرتها الاخت الفاضله هي انه ليس كل دخيل سلبي، ولكن نحن الان نتحدث عن الدخيل السلبي للدخيل الايجابي. هناك كثير من المسائل الدخيله هي عباره عن ضرورات حياه
أصبحت دخيلة، ولكنها ضرورات أصبحت قيم، أصبحت انفتاح على الآخر، أصبحت تفرض نفسها، أصبحت تفرض نفسها. لا، لكن العاقل هو دائما في تعامله مع الآخر يأخذ من الآخر أحسن ما لديه ويترك السيء. ياخذ منك اخذ منك احسن ما لديك واترك بقيه ذلك. للاسف الشديد الوقت يداهمني، من لا استطيع ان اتركك تكمل باقي الحديث. في نهايه هذه الحلقه اتقدم بجزيل الشكر الى كل من ساهم فيها من فريق عمل ومن مخرجين. واتقدم ايضا بجزيل الشكر الى ضيوفي ام الفضل بنت محمد عبد الرحمن ناشطة في لجنة الثقافة لجمعية الفتاة، ومحمد المبارك أستاذ وباحث اجتماعي، والهادي والمنير وللطلبة كاتب وباحث. شكرا لكم جميعا. Thank you.